أيها الإخوة المسلمون، أي زمن هذا الذي نعيش فيه؟ باختصار إنه زمن الفتن، من نجا فيه فقد سلم، وكل الأمم اليوم تترقب مصيرها ومستقبلها لا تدري، مع الدراسات والتخطيطات والمستشارون والأبحاث والإحصائيات فإن خططهم تبوء بالفشل. فإن الأمر غريب، كم من أرض كانت آمنة مستقلة كانت لا يعتريها خوف ولا جوع، اليوم لا يستطيع أحدهم أن يخرج من بيته إلا يودع أطفاله. كم من أرض كانت غنية اليوم فقيرة، كم من رجل كان صحيحا اليوم مريضا، كم من أمة كانت عزيزة باتت اليوم ذليلة. هكذا الدنيا وهكذا هذه الأيام بالذات، كم نرى من رجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. بات الناس من كثرة الشبهات للشهوات لا يدرون أهم على حق أم على باطل، بل إن بعض الناس بدأ يتشكك حتى في عقيدته، حتى في صلب دينه، حتى في أركان إيمانه، بدأ لا يدري أنحن على حق أم هم على حق، أنحن على حق أم على باطل. هنا يلوح بالأفق قول الله جل وعلا: اتقوا الله، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إياك أن تأتيك المنية إلا وأنت مسلم، إلا وأنت مؤمن. كم نسمع هذه الأيام من أناس ماتوا وهم يشربون الخمور، وهم يتعاطون المخدرات، وهم في أحضان الغانيات. كم نسمع عن أناس ما لفظوا حتى الشهادتين قبل موتهم، لم يستطيعوا ولم يتذكروا ولم يوفقوا لها. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحصل؟ كم نسمع عن شاب كان في الصف الأول الآن يكره صوت الأذان؟ كم نعلم عن فتاة كانت متسترة من رأسها إلى أخمص قدميها الآن لا تعرف للحياء طريقا؟ ما الذي يحدث؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من الناس، من سار في الطريق ثم ارتد، من مشى على الحق ثم انتكس، من كان ليس بينه وبين الجنة إلا ذراع، يا ليته صبر، يا ليته ثبت، يا ليته استقام، لم يبق إلا ذراع، لكن سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخلها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ما استفد؟ الشيطان من الجن ومن الإنس، فمن الإنس شياطين، من الكتاب شياطين، من الفضائيات شياطين، من المنافقين شياطين. الشيطان سول لهم وأملى لهم، كل يوم نسمع عن كفر بصورة جديدة، كل يوم نسمع عن ضلال بلباس آخر. بات الكفر والشرك والسحر وادعاء علم الغيب ومنازعة الله عز وجل في صفاته تدخل إلى بيوت المسلمين بأبخس الأثمان وبمساعدة شركات يملكها أبناء المسلمين للأسف، للأسف، وبصمت المسؤولين في كل العالم وبالذات في بلادنا، للأسف. ما الذي يحدث؟ صار الكفر بأبخس الأثمان، صار الضلال يضحك عليه ومسألة خلافية، تخرج من دينك أو لا تخرج، أنت مخير. بتنا نسمع عن شذوذ في بلاد العرب والمسلمين، ليس الزنا، الزنا قد تجاوزناه، صار في كل صفحة في الجريدة، يسمع الإنسان عن جريمة وعن اعتقالات وعن مداهمات، فالزنا بات أمرا عاديا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن
بدأت مرحلة الشذوذ، وتجاوزنا مرحلة الزنا، تجاوزنا مرحلة الزنا. بدأ الآن عصر الشذوذ، بدأ من يطالب بحقه، وبدأ من يتجرأ ويكتب ويقول أطالب بحقي أن أعترض على ربي، ولا أرضى أنه خلقني رجلا أو خلقني أنثى، فإن خلق الله ليس بحسن، والله عز وجل لم يخلقني كما أرغب وأريد. ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. والصمت غريب، والمستقيم هو الغريب، والداعي إلى الفضيلة صار هو الشاب، وصار هو المنبوذ. أما الشذوذ فيكتبون بأنه طبيعة البشر، طبيعتكم أنتم أيها الخبثاء أيها المجرمون، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. بدأنا نسمع عن أكثر من هذا، بدأ الجنس يغزو الأطفال، أهل 6 و7 سنوات، ولا زالت المحلات إلى هذه اللحظة، وأنا أحدثكم تبيع الجنس للأطفال على صورة الألعاب الإلكترونية إلى هذه اللحظة. والصمت غريب، والصمت المطبق على الأمة كلها، لا ندري أهو مؤذن بزوال أم أنه دليل على فراغ وخواء وانعدام الشعور. نحن اليوم نعيش في زمن خوف، كل منا خائف، الخائف على ماله، والخائف على عرضه، والخائف على أولاده، وفي على قوة بركان نعيش، فالأرض من حولنا، كل العالم تسابق محموم على التسلح النووي، لا ندري متى تنطلق الشرارة الأولى. فيؤذن العالم بزوال، ومع هذا إلى الآن الشعور غريب، إلى الآن الصمت رهيب. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أين الاستقامة؟ أين القيام بأمر الله؟ أين نشر الحق في بيتي وبين أهلي وجيراني؟ أين الصدع؟ فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قمة الفتن أن يخرج الدجال على رأس الهرم، وهي قمة الفتن أن يخرج الدجال. يقول النبي إذا خرج الدجال صلى الله عليه وسلم، قال يا عباد الله فاثبتوا، إن الدجال خارج فيكم، فعاف يمينا وعاف شمالا، يعني كل مكان إلا مكة والمدينة. ثم قال يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. والثبات ليس بسهل، ثبات صعب، يريد من الآن قوة إيمان، يحتاج علم راسخ، الثبات يحتاج تدريب من الآن على الصدع بالحق، على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر. يقول الله عن نبيه ولولا من ثبت محمد؟ الله، الله يقول لولا أننا ثبتناك، ما الذي سيحصل؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك، ولو كان أكبر الخلق، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني عذابك ضعف الناس، وعذابك كل ممات ضعف الناس. ليش؟ لأنك خير الناس، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد عذابه إذا انتكس، وازداد إثمه إذا ضل. يا عباد الله فاثبتوا، لم ينقصنا إلا اليوم أن تنطلق قافلة من قوافل الرذيلة على مرأة ومسمع منا، وفي الصفحات الأولى ينطلق برنامج النجوم تبا لهم. هذا الذي ينقصنا في زمن الخوف،
وزمن القلاقل، والعالم يضج حتى الحروب الطائفية بدأت تلوح بالأفق، ليست الدينية لكنها حتى الطائفية، لتأكل كل أخضر ويابس وتحرق الأرض كلها. ومع هذا لا ينقصنا إلا برامج للرذيلة وقنوات للفساد الأخلاقي، هذا الذي ينقصنا اليوم. إنه السكوت، إنه الرضا، إنه الصمت، إنه عدم المقاطعة. حتى المقاطعة صرنا نخاف منها، حتى على الأقل الاتصال صار الواحد يتردد فيه، حتى على الأقل الخروج، وليس وراء ذلك من حبة خردل من إيمان أن أخرج من مكان فيه منكر وأفارق المجلس وأقوم من المكان الذي فيه سب لله ولرسوله وطعن بدينه. إذا لم أستطع أن أتكلم فلأقم من هذا المجلس، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. زمن والله مخيف، عليك أولا بالإيمان بالله، وقوي إيمانك بالله واستعد. فهذا عمرو بن الجموح دخل المعركة وهو أعرج، عذره الله لكن دخل، وتخيل إلى صورته وهو أعرج يخدم دين الله، أعرج يدخل المعركة فتأتيه السيوف وتتساقط النبال وتتساقط الرماح، فتخرج روحه إلى بارئها فيقول النبي الله أكبر، رأيته يمشي على رجلين صحيحتين في الجنة. وهذا ابن أم مكتوم أعمى يريد المشاركة في خدمة دينه، قالوا أنت أعمى معذور؟ قال لا والله لا تحرموني من المشاركة في خدمة دين الله. قالوا ماذا ستصنع وأنت أعمى في المعركة؟ قال أمسك الرايح وأنا أجلدكم وأنا أصبركم، لن يخيفني شيء فأنا لا أرى. وفعلا مسك الراية في عدة معارك حتى جاءت منيته وهو قابض على راية الإسلام، تسيل يسيل جسمه دما لله جل وعلا، اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. إن الذين قالوا ربنا الله ثبات حتى الممات، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة متى عند الموت، ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هنيئا للثابتين، هنيئا للصابرين، هنيئا للمستقيمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، الثبات له طرق، أولها أن يزداد إيمانك بالله ويقينه، مهما كتبوا ومهما وصموا هذا الدين ومهما اتهموه ومهما أثاروا حوله الشبهات، فاثبت يا عبد الله. والله جل وعلا يقول يثبت الله الذين آمنوا، من؟ الذين آمنوا، إيمانهم قوي، يقين بلا شك بأن هذا الدين هو الحق مهما قالوا ومهما صنعوا. كم كاتب يكتب عندنا في جرائدنا، في جرائدنا، بأن حكم الله في التخلف والرجعية، وهو ضد مبادئ حقوق الإنسان وضد قوانين العالم ومعاهداته، ومن أراد الشريعة فإنه ضد الإنسان. كم من كاتب يصرح بالكفر الأكبر ولا يستحي ولا يرعون، يصفون سنن خير الهدي وأفضل الأنبياء بأنها حماقات وأنه ضلال وأنه جهل وأنه تخلف. كفر لا شك فيه، كفر صراح لا مراء فيه، ومع هذا يقرأ السذج وربما يبتسمون وربما يضحكون وربما رضوا. فمن رضي فله نفس الحكم، فمن رضي بالكفر وأقر به فهو مثل أهله
لا فرض. أرأيتم خطورة الفتن؟ أرأيتم صعوبتها؟ ألم يقل بعض المنافقين القافلين من جهاد قالوا ما رأينا مثل قرائنا، يقصدون من حملة القرآن، أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء. أما هذه الكلمة فإنه أصغر منافق من منافقيهم يقولونها اليوم. أما هذه الكلمة فإنها تسود بها صفحات الكثير من الجرائد. قالوا القراء الحفظة بس يأكلون وما يجاهدون، وينهم عن الجهاد؟ كل كلام جبناء، بس أكل وشرب، ما همهم إلا المال وملء البطون. هذه الكلمات اعتدناها ونسمعها في كل مكان. قال الله عز وجل على هذه الكلمات ما سبوا الله، ما طعنوا بالقرآن، ما استهزأوا برسول الله، لكن ماذا قال الله لهم؟ قل أبالله، لأنكم ما سببتم حفظة القرآن إلا تريدون القرآن الذي في صدورهم. لو حفظوا الغناء ما سبيتهم، لو كانوا من أهل الرقص والطرب ما تكلمتم عليهم، لكن لأنهم حملوا القرآن فقصدكم كلام الله لا هؤلاء الناس. أرأيتم العقل والمنطق؟ إنه العقل وإنه حكم الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاءوا وهم يبكون، يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يا رسول الله كنا نقطع الطريق، يا رسول الله كنا نلهو، ما كان قصدنا شيء. وهو يرد عليهم أرحم الناس، ماذا يقول لهم؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يا رسول الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تبعت حتى الممات لا تدهن فيدهنون، لا تتنازل عن عشر معشار دينك، الحق حق والباطل باطل، حرام حرام والحلال حلال، معروف يبقى معروف والمنكر سيظل منكرا. اجتهد في طلب العلم وابحث عن الصحبة الصالحة، وعليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه بقواعده بآدابه، شرط أن لا يجر منكرا أكبر، ولكن تكلم، ولكن ابدع بالإنكار، وتعاون على البر والتقوى، وكن على أي ثغر كنت ثابتا صبورا جلدا حتى تأتيك المنية فتبشر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما الغالبية ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار